قطر تبحث عن دور، لا يوجد دور، قطر تبحث عن مساحة تتحرك فيها، سوف يتم تقليص هذه المساحة. قطر لم يعد لقطر من حليف في المنطقة إلا تركيا. تركيا التي عاد رجب أردوغان من الولايات المتحدة الأمريكية خالي الوفاض، رجع كان رايح بهدفين، الهدف الأول تسليم فتح الله جولن من أمريكا، اثنين إصدار تعليمات أمريكية إلى وزارة الدفاع بعدم إمداد الأكراد في شمال سوريا بالسلاح. رفض الرئيس الأمريكي إجابة أردوغان في الطلبين، فرجع أردوغان من أمريكا خالي الوفاض، رجع زي ما راح زي ما رجع، وموجود في المملكة العربية السعودية.